موعدنا الإخباري الخاص في شهر رمضان من قناة التاسعة. أهلا بكم، أنا مكي هلال، ونبدأ موعدنا بالعناوين. 3 قتلى و26 جريحا في حادث انقلاب حافلة بسليانة، وارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في صفوف العاملات في القطاعين الفلاحي والصناعي. انطلاق الحوار الوطني بمشاركة الائتلاف الحاكم وخمسة أحزاب من المعارضة وغياب الجبهة الشعبية. توجيه أسئلة شفهية لعدد من الوزراء من قبل النواب، والجلسة العامة تبدأ النظر في مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العمومية. أهلا بكم من جديد. نبدأ بهذا الخبر الأليم، إذ جد صباح اليوم في منطقة سيدي بوريس من ولاية سليانة حادث مريع تمثل في انقلاب حافلة خاصة بنقل العاملات إلى المعمل الألماني لإنتاج كوابل السيارات بالجهة، وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 عاملات وجرح 26 شخصا. في هذا المنحدر الخطير بمنطقة سيدي بورويس من ولاية سليانة، لم يكن 29 عاملاً بمصنع إنتاج الكوابل ليعلموا أن عنصر المفاجأة سيغير وجهتهم في صباح هذا اليوم. خلل في الفرامل تنقلب على إثره الحافلة التي كانت تقلهم، والحصيلة جد ثقيلة. 3 قتلى في صفوف العاملات و26 إصابة، 4 منها أوصفت بالخطيرة. الشوفير اللي كان يسوق بهم الله أعلم، عباد يقولوا رقد، عباد يقولوا فقد السياق، ما نعرفش كي هبط الهبطة، كي يجي باش يدور ما جاي وين يدور، طلع في جبل تقلبت بهم الكار مرتين. تحليل هو الكار مشي بهم مش صحيح، وزي الطريق خايب، الطرقات الكل نتاعنا يعني مهمشينهم ما عندناش على الطريق يصل. المصابون تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسليانة، أين تم الاحتفاظ ب3 عاملات تحت العناية المشددة، فيما وجهت أخرى في حالة خطيرة إلى أحد مستشفيات العاصمة. أنا راكبة في الكرسي من تالي، فقت بروحي كان الكارت تقلب بينا. أختي توقينا في البلوك، ما نعرفش عليها حتى شنو صار لها. على إثر الحادثة توجه كل من وزيري الداخلية والصحة إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابات وظروف إسعافهن. هذا واطلع وزير الداخلية على ملابسات الحادث مطالبا بتوفير الإحاطة اللازمة لعائلات الضحايا. العاملات الهالكة في حادث سليانة ينضفن إلى 10 أخريات كن قد لقين حتفهن في حوادث مماثلة. 5 وفيات و107 إصابات في صفوف العاملات في القطاعين الفلاحي والصناعي جراء حوادث المرور خلال السنة الجارية، مقابل هلاك 7 منهن وإصابة 85 أخريات السنة الماضية. في الشأن السياسي، انطلقت اليوم الجلسة الأولى للحوار الوطني بإشراف رئيس الجمهورية وبمشاركة واسعة للقوى السياسية من الائتلاف الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة، وسط غياب للجبهة الشعبية التي أعلنت عن مقاطعتها للمبادرة بسبب ما اعتبرته غيابا لمشروع حقيقي للإصلاح. انطلق الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الائتلاف الحاكم وكل من حزب المبادرة والمسار والجمهوري وحركة الشعب وحركة مشروع تونس، فضلا عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين، فيما كانت الجبهة الشعبية الغائبة الأبرز. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فند خلال اللقاء التسريبات المتعلقة بالمرشحين لرئاسة الحكومة، معتبرا أن التمشي المرحلي يفترض التوافق حول برنامج المبادرة، فيما انتهت الجلسة إلى تشكيل لجنة للنظر في مختلف المقترحات وتقييمها. نسمعوا أن قداش ثم من رئيس حكومة مش يخرج ويجي. أنا على كل حال نحب نأكد لكم وأن من شيرتي أنا هذا ما وقعش، وكانش في نيتي زادة باش ندخلوا في العملية هذه، وكنا اتفقنا وأن نحن ماشيين بالمراحل. المرحلة هذه هو كانوا نتفقوا على المشروع بتاعنا على الحكومة إن شاء الله. وتشير بعض التسريبات إلى أن اللجنة الجديدة والتي تنضاف إلى كل من لجنتي الخبراء والهيكلة الحكومية سيتركز دورها على تجاوز النقاط الخلافية بين مختلف الأطراف وتحديد صيغة موحدة لمضمون المشروع قبل 29 من الشهر الجاري.
نحبذوا باش الناس كل تتفق على البرامج، تتفق على الهيكلة وتوافق على الحكاية هذيك، ومن بعد ننطلقوا في اختيار الاسم، مش الاسماء، الاسم هو رئيس الحكومة. انا نتوقع من 29 جوان معناها باش يكون الاسم متاع رئيس حكومة يظهر. على الطرف الآخر، حسمت الجبهة الشعبية تكهنات بشأن موقفها من المبادرة بإعلان مقاطعة الحوار، معتبرة أن صيغته الراهنة لا تقدم بدائل جدية للإصلاح بقدر ما تكرس محاولة لتجاوز الأزمة صلب الائتلاف الحاكم. الجبهة الشعبية قررت أن لا تشارك في هذا، احنا سميناه الاجتماع، لأن لا نعتبره في الحقيقة حوار، لأنه شروط الحوار ليست هذا. وينتظر تحديد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة بداية من شهر جويلية القادم. عادت مكاتب البريد إلى العمل بنسقها العادية اليوم بعد انقطاع عن عمل العمل لعدة أيام على خلفية الإضراب الذي نفذته النقابة العامة للبريد. هذا وتم إطلاق سراح رئيس مركز توزيع البريد بتوزر الموقف الذي ستعقد جلسة محاكمته غدا في محكمة الناحية بتونس. بعد توقف دام عدة أيام، ها هي مكاتب البريد تستأنف نشاطها وتستقبل حرفائها من جديد بعد الإضراب الذي نفذه أعوان النقابة العامة للبريد وخلف استياء كبيرا لدى المواطنين. مصالح العباد كلها تعطلت، فهمتني؟ مشكلة كبيرة صارت. أنا مانيش نحكي مثلا على عبد ينجم ياخو، معناتها ينجم يتصرف، ينجم يتسلف، ينجم كذا. أنا نحكي على كل كبار ناس، فهمتني؟ ولا عندك شيخوخة، عندك هذا، ناس من صباح ربي، معناتها من 7:30 متاع الصباح تلقاهم يستناو في باب البوسطة باش يحل. الحمد لله اللي رجعت تخدم، خاطر برشا عباد أمورهم معناتها موقفة. واحد مش معقول في شهر رمضان ولو حد كان باش يطالبوا بحقوقهم مش بالكيفية هذه. وعقب إطلاق سراح عون البريد الموقوف، أكد الطرف النقابي أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عنه خلال جلسة المحاكمة. نحن كي دفعنا على زميلنا لمسينا من استقلالية القضاء ولمسينا من سلطة القضاء حاجة بركة. طلبنا معناها أن زميلنا يقع إنصافه، معناها في مرحلة أولى إطلاق سراح، وفي مرحلة ثانية تمكينه من محاكمة عادلة، قوموا بكل الإجراءات والترتيبات في علاقة بالمحامي والمحامين وفي علاقة بالإدارة من أجل الدفاع على منظورنا. هذا وستعقد جلسة محاكمة عون البريد غدا في محكمة الناحية بتونس بعد أن تم سحب ملف القضية من المحكمة الابتدائية بتوزر. لأن مشاهدين لتذكير بأبرز العناوين: 3 قتلى و26 جريحا في حادث انقلاب حافلة بسليانة، وارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في صفوف العاملات في القطاعين الفلاحي والصناعي. انطلاق الحوار الوطني بمشاركة الائتلاف الحاكم وخمسة أحزاب من المعارضة وغياب الجبهة الشعبية. نمضي الآن إلى عرض سريع لأبرز الأحداث الوطنية مع الزميلة غفران العكرمي. تفضلي غفران. أهلا بك مكي وبجميع المشاهدين إلى هذا الموجز الإخباري. قام وزير الداخلية الهادي مجدوب صباح اليوم بتدشين النصب التذكاري لشهداء الوطن من عسكريين وأمنيين في الحرب على الإرهاب والمنتمين بالأصل والسكن إلى ولاية باجة، وتم تركيز هذا النصب بمدخل باجة المدينة بحضور عدد مهم من عناصر الجيش والأمن الوطنيين وعائلات الشهداء. واقفين في وسط التوانسه باش نعطيه شويه من القيمه اللي يستحقوها شهداء المؤسسه الامنيه والعسكريه. على كل حال الرمز كبير ياسر، معناها يتجاوز حتى النصب هذا. منصب تذكاري يعطي قيمه للشهداء، اعتبر هذه لم شمل نتاع الناس كله ولم شمل نتاع الشهداء. وأشار وزير الداخلية الهادي مجدوب على هامش زيارته ولاية باجة إلى أن إعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة شهر يأتي في إطار الحرب على الإرهاب وفق تعبيره.
تعرفوا اللي في حرب على الارهاب، حاله الطوارئ عندها مده مستمره بطبيعه الحال. من الناحيه القانونيه تخول لنا معناها اكثر مرونه في التعامل مع التهديدات، فقط ذاك علاش معناها تم التمديد فيها. هو مش تمديد، هو اعلان حاله الطوارئ من جديد لمده شهر. جدد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تأكيده أن ظروف البلاد الحالية تستوجب تضافر جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين في حماية الوطن من كل خطر يتهدده، وذلك لدى زيارته ليلة البارحة محطة الاستخلاص سيدي ثابت بطريق السيارة تونس بنزرت. أطلقت دورية عسكرية بمعتمدية إرمادة من ولاية تطاوين الليلة الماضية النار على شاحنات تستغل في التهريب لم يمتثل سواقها لإشارة الدورية بالوقوف، ما أدى إلى إصابة أحد ركاب هذه الشاحنات، نقل إثرها إلى المستشفى الجهوي بتطاوين، فيما تمت حالة 9 آخرين على أنظار الحرس الوطني، إلى جانب تسليم 5 شاحنات محملة بأربعة 40,000 لتر من المحروقات إلى المصالح الديوانية، وذلك حسب ما أفاد به اليوم الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني المقدم بالحسن اللوسلاتي. هذا وتمكنت وحدات الحرس الوطني بأم العرايس من ولاية قفصة فجر اليوم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، تمكنت من حجز 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 10 كيلوغرامات. كمية المخدرات المذكورة كانت بحوزة شخصين كانا يعتزمان تهريبها إلى تونس، وتحصنا بالفرار عند تفطنهما لأعوان الحرس الوطني وفق بلاغ لوزارة الداخلية. وفي خبر آخر، أعلنت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس الشعب في ندوة صحفية اليوم أنها تقدمت في 14 من الشهر الجاري بمبادرة تشريعية للتدقيق في الديون العمومية التونسية أمضاها 73 نائبا من مختلف الكتل. وأوضح النائب منجي الرحوي أن الديون الخارجية أصبحت عائقا للتنمية في مدة معناها أكثر من عقدين. تونس خذت أكثر من 180 مليار دينار، المبلغ هذا خذته وخرج، ما نعرفوش كيفاش خذته وكيفاش خرج. وفي سياق آخر، تم اليوم إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات في إطار البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية في مجال المرافقة الفنية للراغبات في بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة. البرنامج هذا يهدف أولا خاصة هي لمرافقة النساء هذوما لي جون اللي يحبوا يبعثوا مشاريع صغرى اللي عندهم عراقيل، فما عديد من التكوين هما معنا زادة في التكوين في المرافقة، والمرافقة باش تكون ما بين 2 و3 سنين. نهاية الموجز مشاهدينا وجولتنا الإخبارية، تتواصل مع مكي. شكرا لك يا غفران، بالفعل نواصل وتتابعون أيضا في جولتنا هذا. اليوم العالمي للموسيقى بروح الحضرة التونسية، وحضور جماهيري كبير في حفل مميز تنظيميا. خصصت الجلسة العامة اليوم في مجلس نواب الشعب لتوجيه أسئلة شفهية لكل من الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية فيما يخص أداء الوزارات المعنية، كما تم طرح مسألة المؤسسات الإعلامية المصادرة، إضافة لنظر الجلسة العامة في مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة. تحت قبة البرلمان يمارس نائب حق الرقابة على الأداء الحكومي عادة طالما رافقت سير الجلسة العامة التي يسبقها غالبا توجيه أسئلة شفهية للوزراء. اليوم توجه النائبان عماد الجبريل ورياض جعيدان باستفساراتهما في مجالات الثقافة والشؤون الاجتماعية والإعلام. الإجابة معناها كانت إجابة غير واضحة، كما الوضعية الإعلام السمعي والبصري الحالي. وضع المؤسسات المصادرة بصفة عامة يقتضي إحداث لجنة تحقيق برلمانية، لأن قاعد نتشاور مع أخيان زملاء نواب باش نحثوا لجنة تحقيق في وضعية الإعلام السمعي والبصري بصفة عامة ووضعية المؤسسات المصادرة.
الانتزاع للمصلحة العمومية مشروع قانون تمت مراجعته من قبل لجنة التشريع العام، وتم النظر فيه اليوم من قبل الجلسة العامة. بالنسبة للمشروع القانون المتعلق بالانتزاع المصلحة العمومية، هو مشروع يعني تقريبا تم تثمينه من أغلب أعضاء اللجنة، يعني حتى الاختلافات اللي فيه اختلافات تقنية، يعني ما كانش فيه بوليميك كبير. نأمل منه القانون هذا هو التسريع في وضع العقارات على ذمة الدولة، وهذا من أملوه معناها في أجال مختصرة ومختصرة جدا. إن شاء الله معناها بالقانون هذا يقع احترام الأجال المخصصة لإنجاز المشاريع. نسق أعمال المجلس لم يسمح باستكمال التصويت على فصول القانون، ما أخر أيضا النظر في بقية القوانين التي كانت مبرمجة لليوم. جلسة عامة رفعت أشغالها في انتظار استكمالها صباح الخميس بالتصويت على الفصول. سجلت وزارة التجارة 125 مخالفة خلال حملة رقابة اقتصادية على المقاهي وفضاءات الترفيه بمنطقة البحيرة. الحملة الوطنية لمراقبة المقاهي والفضاءات الترفيه هدفها تأمين حق المستهلك مع التصدي للبيع المشروط، تجند لها 23 فريق مراقبة بالتنسيق مع الشرطة البلدية. تعرفوا أنه خلال النصف الثاني من شهر رمضان يكثر الإقبال على فضاءات الترفيه والمقاهي، وطبعا فما إخلالات عديدة تشوب عمل يعني هذه الفضاءات. وزارة التجارة وجهاز المراقبة الاقتصادية يعني أعلن اليوم على انطلاق حملة وطنية لمراقبة المقاهي وفضاءات الترفيه. 125 مخالفة هي الحصيلة الجملية لحملة المراقبة بتونس الكبرى، إذ تطورت عمليات التفقد بنسبة 9% أمام تفاقم عدد المخالفات بنسبة 3% مقارنة برمضان 15 و2000. تم تسجيل عدد 6 مخالفات اقتصادية بالمقاهي والمناطق الترفيهية بجهة البحيرة. هذه المخالفات تتمثل في عدد 3، البيع بأسعار غير قانونية، عدد 1 عدم الإشهار الأسعار، عدد 1 الإشهار الكاذب، وعدد 1 البيع المشروط. تأتي هذه الحملة استجابة للتشكيات العديدة من الانتهاكات الاقتصادية في المقاهي والفضاءات الكبرى خلال شهر رمضان. لا فهم ولا هي متاع الدفاع عن المستهلك هكا اسمها، فهمتني؟ مش موجوده نتاع المراقبه، ما يريدش يحب يبيع لك حوايج بالسيف دي جونغ. كي تبدا انت تشرب جوست كاستي يهبط لك دوزه ما بالسيف. لي بري سي غالين فرانشمان في رمضان تولي دوبل. جو بريفير نعمل قهوه في الدار على الطرف زمان نقعد. حملة وطنية للمراقبة يأمل المواطن منها نجاعة تحفظ حقوقه الاستهلاكية وتنظم القطاع. احتفالاً باليوم العالمي للموسيقى، نظمت إذاعة يافام حفلاً موسيقياً على ضفاف البحيرة بالعاصمة، جمع في مطلع فرقة موسيقية شبابية، ونشطت السهرة فرقة حضرة رجال تونس التي استقطبت جمهوراً كبيراً في ليلة رمضانية رائقة. لا يقام احتفال دون موسيقى، لذلك وجب الاحتفاء بها وتخصيص عيد عالمي لها. إنه اليوم العالمي للموسيقى، أين لا يعلو صوت فوق صوتها. تماشياً مع روح رمضان، حلقت الأنغام الصوفية والأذكار التي أنشدتها حضرة رجال تونس عالياً في إطار استثنائي جمل المكان ببادلة من إذاعة EFM. اخترنا نكونوا موجودين بالحضرة كما قاعدين تشوفوا، ظهر لي حاجة بتاع 15,000 عابد جاءوا بحذنا، فرحانين برشا بوجودهم. شوارع البحيرة ضجت بالمحتفين بالموسيقى، فرقصوا طوعا على أنغام الحضرة التونسية التي تظل قيمة ثابتة رغم أنماط الموسيقى العصرية. حضرة رجال تونس راي حافظت على التراث وشيء متجذر معناها جذورنا. عسنتي كيفاش معناها الشباب الصغار كيفاش معناها خذوا المشعل. طيارة على الاخر ان شاء الله ديما يعاودوها كل عام. باهي يا برشا ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما فرحانين هكا. مرت أكثر من 3 عقود منذ بدأ الاحتفال بالموسيقى في العالم، وها هي اليوم توشح رمضان ولياليه وتنشط العاصمة. من الخبر الثقافي والفني إلى الخبر الرياضي وطنياً وعالمياً مع أيمن زروق اليوم. تفضل أيمن. شكراً لك مكي، وأهلاً بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الرياضي. We'll be right back.
عقدت صباح اليوم الجامعة التونسية للكرة الطائرة ندوة صحفية للحديث حول تنظيم تونس للرابطة العالمية للكرة الطائرة من 24 إلى 26 من جوان الجاري بقصر الرياضة بالمنزه، ويشارك في الدورة كل من منتخبات فنزويلا ومونتينيغرو والمكسيك بالإضافة إلى تونس البلد المنظم. ويسعى المنتخب الوطني من خلال البطولة إلى تدارك الوجه السلبي الذي ظهر به مؤخرا والفشل في التأهل إلى الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو. الدوري العالمي هذا والتواجد في تونس هو تواجد يعني مهم بس ياسر بالنسبة لكرة الطائرة التونسية وبالنسبة لتونس أيضا. تمناو أنه مش تكون دورة معناها في المستوى الرياضي جيدة ومش تمكننا من مشاهدة الوجه الحقيقي للفريق الوطني التونسي. دخول مجاني ولكن لابد مش الجمهور هذا يتعدى معناها الجامعة مش ياخذ تذاكر لأنه الشرطة معناها محدد عدد متاع الأمن حدد معناها الأمن معناها عدد الدخول. وفيدو ما اعترفوا أنه البلوكاج صاير لهم من خيبة الأمل في ترشحنا للألعاب الأولمبية. يقولوا أنه اللعيبة كلهم عازمين على أنهم يقدموا أفضل ما عندهم وإن شاء الله يكون النجاح حليفنا. إلى أخبار اليورو، حيث فاز المنتخب التركي أمس على جمهورية تشيك بهدفين لصفر لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وتغلبت كرواتيا على حامل لقب إسبانيا بهدفين لهدف واحد لحساب نفس المجموعة. هذا وتختتم بعد قليل منافسات الدور الأول، حيث يلاقي المنتخب الإيطالي منتخب إيرلندا، في حين يواجه منتخب السويد نظيره البلجيكي انطلاقا من الساعة 8 مساء. تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه الكبير فجر اليوم على الولايات المتحدة بأربعة أهداف دون رد. وافتتح إيزيكيلا فيزي تسجيل الأرجنتين منذ الدقيقة الثالثة من المباراة قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة حرة ليصبح الهداف التاريخي للأرجنتين ب 55 هدفا أمام جابرييل باتيستوتا. وأحرز كونزالو إيغوين الهدف الثالث بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليضيف نفس اللاعب الهدف الرابع في الدقيقة 86. Ahí con la pelota, pero vea nada más lo que ocurre y se la dejaron a Messi y Messi para Pipita, gol de Argentina. وتقام الليلة مباراة نصف النهائي الثانية من خلال مواجهة منتظرة ستجمع منتخبي تشيلي وكولومبيا انطلاقا من الواحدة بعد منتصف الليل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز الرياضي والمشوار متواصل معك مكي. شكرا لك أيمن. إلى أحوال الطقس الآن تقدمها اليوم سونيا اليونسي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. شمل طقس اليوم سحبا قليلة بأغلب الجهات تكون كثيفة بالشمال والوسط، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كيلومترا في الساعة وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة قرب السواحل الشرقية. البحر كان قليل الاضطراب فمضطربا بالسواحل الشرقية. أما درجات الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 28 درجة، جندوبة 30 درجة، 31 درجة بالقيروان، 28 درجة بصفاقس و30 درجة بقفصة. التوقعات الجوية ليوم الخميس: سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة وتكون قوية بعد الظهر بالسواحل الشرقية. البحر يكون قليل الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا: طقس مشمس بكافة البلدان مع بعض السحب العابرة بالمناطق الغربية. أما درجات الحرارة تكون بالقاهرة 40 درجة، 36 درجة ببنغازي، طرابلس 27 درجة، الجزائر 25 درجة و30 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية الحرارة مرتفعة ومستقرة مع نسبة رطوبة كبيرة بكل من قطر والكويت وبعض السحب العابرة باليمن. درجات الحرارة تكون بالدوحة 41 درجة، 44 درجة بمكة المكرمة، 31 درجة ببيروت و41 درجة بالخرطوم. مروراً إلى أوروبا، تتراجع الغيوم لتكون الأجواء مشمسة جزئياً بأغلب بلدان القارة مع بعض الأمطار الخفيفة بكل من لندن وأمستردام وبقية المناطق الشرقية.
درجة الحرارة تكون بروما 32 درجة، 28 درجة بمرسيليا، 32 درجة ببنغراد و30 درجة بإسطنبول. وصولا إلى شمال أمريكا، سحب قليلة بكافة مناطق القارة مع أجواء مغيمة وممطرة بالعاصمة الكندية. أما درجة الحرارة تكون بواشنطن 32 درجة، 22 درجة بمكسيكو سيتي و35 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب قليلة بأغلب الجهات والريح من القطاع الشمالي، قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يبقى مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة ستكون يوم الخميس بين 27 و 36 درجة، يوم الجمعة بين 30 و 38 درجة، ويوم السبت بين 32 و 40 درجة. غدا الخميس 23 من شهر جوان والثامن عشر من شهر رمضان يكون الإمساك على الساعة 2:58 دقيقة والإفطار في الساعة 7:45 دقيقة. شكرا مشاهدينا على المتابعة، ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. والآن عودة إلى بقية جولتنا الإخبارية. شكرا سونيا، بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الرمضانية المختصرة. شكرا على متابعتها، دمتم بخير وإلى اللقاء.